ودعا الفريسي يسوع إلى بيته لتناول العشاء معه، فذهب معه وجلس ليأكل. هيا يا أولاد اخرجوا الآن، هل سمعتم؟ اذهبوا، إنهم أولاد مزعجون. ماذا تفعل هذه هنا؟ لا أدري. لو كان نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه، وكم هي فاسدة الأخلاق. أنا أعرف من هذه المرأة يا سمعان، ولكن اسمعني، كان لمداين مديونان، أحدهما بخمسمائة والثاني بخمسين، وإذ لم يمكنهما سداد الدين سامحهما، فمن منهما سيحبه أكثر؟ الذي سامحه بالدين الأكبر على ما أظن. صحيح. أترى هذه المرأة؟ لقد دخلت بيتك وما أن لم تعطني لغسل رجلي، أما هي فغسلت رجلي بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها قبلة لم تقبلني، أما هي فما كفت عن تقبيل رجلي بزيت لم تدهن أنت رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، ومن يغفر له قليلا يحب قليلا. مغفورة لك خطاياك. من هو ليغفر؟ لماذا يتكلم؟ إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام.